حلقة النهاردة موجهة للشباب وللبنات المتخرجين جديد ولسه بيبدأوا حياتهم العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني من برنامج ووربس، وأهلا بيكم في كبسولة جديدة على الطاير. والكلام هنا موجه للشباب وللبنات على حد سواء، والكلام هيكون عن الغلطتين اللي ممكن يدمروا مستقبلك العملي وصحتك النفسية. اي حد متخرج جديد ولسه بيبدا شغل في اي منظومه او شركه بيبقى حريص دايما ان هو يقدم افضل ما عنده وان هو يتعلم اكبر قدر من المعلومات، ودي حاجه ممتازه، لانه للاسف في وسط مرحله التعلم بيبدا يتزرع لك صفتين سيئين جدا في اللاوعي عندك او السبكونشس، والصفتين دول بيتزرعوا من غير اي كلام عنهم خالص ومن غير حتى ما انت تحس، لكن بتبدا تنفذهم تلقائيا مع الوقت. اول صفة انك ما تطلبش اي حاجة خالص، ولو طلبت اطلب باستحياء على سبيل التلميح، بس ما تطلبش طلب مباشر لان الطلب المباشر يعتبر بجاحة منك، ودايما بيبقى ليها رد ضمني كده ما بيتقالش بصراحة، وهو انت قدمت ايه للشركة عشان تطلب. الصفة التانية والاخطر ان انت لما يكون في موقف مضايقك ما ينفعش انك تتكلم عنه او تعبر عن مشاعرك، اكتمه جواك وما تتكلمش، لانك لو اتكلمت ده يعتبر ان انت شخص unprofessional او شخص غير احترافي. وهنا ممكن تلاحظوا ترابط مخيف ما بين الصفتين، وتحس ان الهدف منهم انك ما تطلبش حقك وفي نفس الوقت انك تستحمل وما تتكلمش. وزي ما قلت في بداية الحلقة، فالصفتين بيتزرعوا عندك في اللاوعي او السبكونشس من غير ما تحس، ومش هتلاقي اي ورقة او مستند بيهم لانهم مش مكتوبين في اي بوليسي او اي كتيب للشركة. والصح دايما انك لو ليك حق او طلب لازم تتكلم وتطلبه وما تسكتش، طالما الحق ده منطقي، لان سكوتك وعدم طلبك لحقك هيضيع عليك وقت كتير وممكن يأخر عليك حق كان المفروض تاخده من 4 أو 5 سنين فاتوا. والحاجة التانية والاهم انك لو متضايق لازم تتكلم وتعبر عن مشاعرك، لان الشغل مفروض مصدر للدخل مش مصدر ضرر للصحة النفسية. والمهم في الحاجتين انك تتكلم بالطريقة الصح، والطريقة الصح هي انك تتكلم بأدب بس مش اكتر من كده. وهنا ممكن حد يسأل سؤال، طب انا دلوقتي انا عارف ان انا لما اطلب هيتقال لي لأ، ليه اطلب من البداية؟ وهنا الرد بسيط، انت لما تطلب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لك؟ هترجع لنقطة الصفر، طب ما انت واقف اصلا عندها. بالعكس، انت لما بتتكلم بتشغل صفارة انذار عند الادارة وبتقول لهم ان الراجل ده بدأ يطالب بحقه، فلو في نيتهم انهم يدولك حقك هيدهولك، ولو مش ناويين تعرف فورا انك ما ينفعش تكمل في المكان ده. وطبعا اهم شيء انك تحافظ على صحتك النفسية، الشغل زي ما قلت مفروض مصدر دخل مش مصدر اذى للصحة النفسية، وكونك تتمرد على الصفتين دول بيديلك ميزة مهمة جدا، وهي انك تبدأ تتغلب على مشكلة الحق المكتسب، وهي ان انا اضرك او اذيك او اخر عليك حقوقك، وفي نفس الوقت بما انك ما تكلمتش فانا كده اعتبرت ده حق مكتسب ليا. وخلاصة كبسولة النهاردة، اعرف الصفتين دول وتمرد عليهم علشان تحافظ على مستقبلك المهني وفي نفس الوقت تحمي صحتك النفسية. واذا عجبتك كبسولة النهاردة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، وشير بقى لكل زمايلك، وطبعا يهمني رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في كبسولة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.